دي والجايه على الديزاين اوف ستيشنز. انتوا سمعتوا عن الستيشنز السمستر او الكورس اللي فات اللي هو ريلوي انجينيرنج 1؟ متهيالي كنتوا اخدتوا انتروداكشن كده هو سريع، واخدتوا رسم بعض المحطات الركاب وعرفتوا تفاصيل المحطه ايه، صح ولا؟ مع الدكتور ناجي، محمد ناجي. ايوه يا دكتور، تمام. يعني خلال الكورس اللي فات انت كنت اوريدي بتعرف عدد السكك، كان بيبقى جيفن تفاصيل المحطه. محطه الركاب، يعني لو هندي انترودكشن سريع جدا، اللي هو المحطات زي ما انتم كنتوا عارفين، هو في 5 انواع من المحطات: الباسنجر والفريت وفي احواش اللي هي اليارد والمارشلينج والستابلينج ياردز، تمام. بالنسبه واللوكوموتيف ياردز، 3 احواش عندنا ونوعين من المحطات. الفرق بين الستيشن والباسنجر او اليارد ان اليارد هي بتبقى خاصه بال يعني الناس بتوع الهيئه بس اللي ليهم اكسس عليها، العمال الموظفين بتوع شركه الريلوي بس هم اللي ليهم اكسس عليها، انما الستيشن بيبقى فيه تعامل مع الجمهور. فالباسنجر ستيشن دي محطه بيقف فيها القطر الركاب، بيبقى فيها ارصفه وفيها مستلزمات المحطه اللي انتوا عرفتوها السمستر اللي فات او الكورس اللي فات. القطر بيقف سواء ينزل او يحمل او يركب يعني الركاب. وبيبقى في محطة الركاب برضو بيبقى في بعض سكك التخزين، في عندك خطوط رئيسية، خطوط الطوالي السكك، وفي سكك اللوكال، وفي سكك تخزين القطر بيقف عليها عشان يخزن يفضي السكة اللي عشان يسهل الحركة. عدد السكك اللي موجود في المحطة، أو بيبقى ده اللي ما يطلق عليه تخطيط المحطة، ده اللي احنا بنقوم بيه، أو ده الريلوي انجينيرينج هيقوم بيه، اللي هو يحدد المحطة دي فيها كام تراك، فيها كام سكة، بناء على ايه؟ بناء على حجم الحركة والتايم تيبل بتاع حركة التشغيل بتاعة القطارات. من خلال التايم تيبل بيقدر الديزاينر ان هو يقول انا محتاج كام سكة. ايه هو التايم تيبل؟ التايم تيبل زي ما انتم عارفين جدا اللي هو جدول مسير القطارات. القطر بيقوم امتى، بيوصل امتى، بيعدي على المحطة دي امتى. بيعبر عن ال efficiency او كفاءة المحطة. انت لما بتبقى شغال ما فيش عندك delays، ما فيش عندك ملتزم بالتايم تيبل بالمواعيد دهيت، بيبقى ده بيعبر عن جودة الخدمة المقدمة. فبيبقى شكل التايم تيبل زي ما انتوا شايفين كده هوت على السكرين دهيت، ده احد الانواع. يعني ده السكرين دهيت متاخده، ده اوريدي فعليا يعني اللي انتوا بتشوفوه على لوحة المحطة. لو رحتوا محطة رمسيس مثلا وشفتوا اللوحه اللي هي في المدخل دهيت بتاعه المواعيد القطارات، هتلاقي حاجه بالمنظر ده. هو الفكره بقى كلها اللي احنا عايزين نتعلمه في الكورس ده، هو انا ازاي بصمم المحطه بناء على الداتا بتاعه التايم تيبل ده، ازاي اعرف سواء كانت المحطه بتاعتي محطه متوسطه ثرو ستيشن، بيبقى عندي 3 انواع او 3 ديتس كده، هو وقت وصول او وقت القيام بتاع الرحله، وممكن بتبقى في قطر بيعدي ما بيقفش في المحطه دي، فبيبقى باس تايم مرور. يعني عندي في المحطات المتوسطه او الثرو ستيشنز بتبقى عندك 3 مواعيد، في حسب نوع الرحله، لاما وصول وقيام لاما باس. في التيرمينال ستيشن او المحطات النهائيه بتلاقي في رحله للوصول ورحله للقيام، ميعاد الوصول لرحله معينه وميعاد قيام رحله تانية. لان زي ما انتم عارفين في المحطه النهائيه القطر بيوصل، بعد كده بيروح على الاستابلينج يارد، الرقم بتاعه بيتغير ويرجع برقم تاني.
لو اتجاه الطالع مثلا سي مثلا كان زوجي وبيرجع فردي، ده اكزامبل صغير جدا على محطة متوسطة زي ما انتم شايفين. الكلام ده انتم كنتوا بترسموه في الكورس اللي فات، عندك سكة الطوالي، عندك بيبقى مجموعة من التفريعات عشان السيركليشن بتاع الحركة. عندي هنا هو ده خطوط الطوالي، عندي سكك لوكال القطر بيقف فيها عشان جنب الرصيف ينزل او يحمل ركاب، وفي عندك خطوط السكك لتخزين قطارات البضاعة. تمام، وبيبقى عندي مبنى المحطة وميدان المحطة والمبنى الرئيسي وهكذا. المحطة النهائية بيبقى الرصيف اندد كده بالرصيف، بيبقى عندك سكك نفس مستلزمات المحطة موجودة، بس بيبقى عندك سكك وصول وسكك للقيام مع برضو مجموعة من التفريعات. فاللي عايزين زي ما هنشوف دلوقتي نتكلم عليه ازاي احدد انا عدد السكك بناء على ايه؟ اكبر عدد من القطارات بيبقى موجود في المحطة في نفس الوقت. يعني انا بحتاج كم سك لوكال او طوالي القطر يقف فيها وجنبهم رصيف، القطر هيقف في المحطة قد ايه؟ كم قطر هيبقى موجود في المحطة في نفس اللحظة؟ فبناء عليه بقدر احدد عدد السكك لقطارات الركاب، و كمان عندك كم قطر بضاعة هيتواجد في المحطة في نفس اللحظة دهيت. فبناء عليه بحدد عدد سكك التخزين اللي أنا محتاجها. بنعملها العملية دي جرافيكال زي ما هنشوف حالا كمان شوية. فلو في المحطة النهائية أنت عندك مجموعة من الأرقام، القطر بيوصل بيقف على الرصيف مثلا ربع ساعة ينزل، بعد كده بيروح على حوش التوضيب الستابلينج يارد، العربيات الركاب تظبط ويجي يرجع يقف على رصيف القيام او السكه اللي هيقوم من عليها وبرحله مختلف، وتيجي القاطره تلتصق بيه وتاخده وتروح على رحلتها. فممكن بندي تايم كده هوت ان القطر بيقف على الرصيف لمده ربع ساعه سواء عشان ينزل او ربع ساعه عشان يحمل الركاب. نخلي بالنا من شويه معلومات كده صغيرة، إن القطر يعني في دايركشن بيبقى اود ودايركشن ايفن، اتجاه الطالع بيبقى فردي واتجاه النازل بيبقى زوجي. نخلي بالنا إن الستابلنج ياردز دي بتبقى موجودة في التيرمينال ستيشن فقط لا غير، ودائما وابدا لما بنحدد عددها بنزوده ب 25%. يعني لو ما بحب احدد عدد سكك بتاعت الستابلنج يارد، لو انا محتاج 3 سكك ازود او 4 سكك ازود سكه كمان، السكه كمان ده هي بتبقى عشان عمليات المناوره اللي بتتم جوه الحوش وكفاكتور اوف سيفتي، بس مين دي بتبقى عشان عمليات المناوره. فمثلا دائما وابدا واحنا بنيجي نعمل القصه دهيت يفضل انك تستخدم الوان مختلفه او تستخدم سيمبلز كده، يعني ايه رموز مختلفه لكل نوع من انواع الرحلات. يعني الباسنجر مثلا اب تدي له لون، الداون تدي له لون، الفريد تدي له لون اب وفريد داون تدي له لون تاني، الباسنجر ارايفل اهوت، الباسنجر باس اهوت، الباسنجر ديبارتشر دي انديكيشن ده. يعني انا ببقى محتاج ان انا ابقى مميز ما بين كل رحله والرحله التانيه. تمام، برضو ناكد على بعض المعلومات اللي انتوا عارفينها، بس احب اكد ان انتوا عارفينها، ان قطورات الركاب بتاخد 3 ديجيت وقطورات البضاعه بتاخد 4 ديجيت. صحيح دلوقتي في بعض قطورات الركاب اللي هي في اي بي بتبقى 2000 وحاجه، يعني بتاخد 4 ديجيت، بس يعني جرى العرف ان معظم رحلات الركاب اللي هو الثلاثة ديجيت الاربعة ديجيت ده بتبقى خدمة خاصة كده او رحلة اديشنال اللي هي قطارات الفي اي بي. البضاعة
على طول 4 ديجيت، 5000 وحاجة بتاع. even direction odd direction التاني. فمثلا احنا بنيجي نعمل ايه؟ بشوف انا بيبقى عندي التايم تيبل، بناء على التايم تيبل ده هو ببتدي اعمل الهيستوجرام بتاعي. الهيستوجرام ده بعمله ازاي؟ بشوف انا مثلا بحط على الافق ده هو الاكسس الافق ده هو المواعيد بتاعت اليوم او عدد ساعات التشغيل، تمام؟ عدد ساعات التشغيل على الخط ده مثلا من 6:30 ل 8 او 9 الا ربع مثلا. يعني هو المفروض ان انا ببقى مستمها حسب التايمز، مديها تايم سلوتس كده اهوت معينه، سي مثلا بسكيل معين، مثلا هقول كل سنتي هيعبر عن ربع ساعه، كل سنتي هيعبر عن نص ساعه، كل سنتي هيعبر عن ساعه، حسب ما انت يعني السكيل اللي انت ريزونبل سكيل يعني. والخط الرأسي دوت بقسم الارقام الرحلات بتاعتي 912 مثلا، قطر 912 914 913 911 5000 وكذا، ليه ميعاد وصول وده ليه ميعاد قيام. 912 بيوصل الساعة 6:45 وبيقوم الساعة 7 مثلا يعني. 914 ده مرور فقط لا غير، تمام؟ في الدايركشن الداون. ال 913 ده الاتجاه التاني مثلا، اتجاه الداون ده هو ده بيصل الساعة 56 دقيقة وبيقوم الساعة 7:10 مثلا يعني. في عندك 911 ده في نفس الدايركشن اللي هو الداون، كان باص فقط لا غير. لو قطر بضاعة هيصل الساعة كذا، ده الدايركشن اب، والداون بتاعه اهوت هيقوم الساعة كذا. فاهمين يا شباب نرسم الهيستوجرام ده ازاي؟ طب الدكتور سؤال بس في حاجة تانية، حضرتك بتقول لما اجي احدد المحطات اللي هي النهائية اللي هي التيرمينال احدد عدد السكك بعدد اقصى عدد قطارات هتبقى واقفة في نفس التوقيت، صح؟ تمام. حلو. طب بالنسبة مثلا لمحطة مصر، هل هي محطة تيرمينال ولا محطة يعني وسطية فيها رايح جاي؟ الاثنين، زي اللي محطة هو خط الصعيد. خط الصعيد تيرمينال، المحطة نهائية ومتوسطة. نهائية بالنسبة لخطوط وجه بحري اللي هي كام رصيف اللي في الأول، والنص التاني من المحطة اللي هو من أول رصيف 8 دوت لغاية 11 باين، ده تعتبر متوسطة اللي هي خطوط نازلة على الصعيد وجه قبلي. تمام. طب بالنسبة أقصى عدد قطارات واقف في نفس اللحظة، في برضه فاكتور اوف سيفتي أو يعني زي مثلا مناورة، زي لا موضوع الأحواش ده؟ لا، ما انت بيبقى عندك سكك تخزين لو حاجة ضغط بتلاقيها. يعني مثلا لو انت بتركب القطر وانت مسافر، فبسأل بقى. حلو، بتسافر فين؟ لا بروح طنطا ماشي، بحر يعني. بتلاقيك ساعات ماشي بتلاقيك ساعات كده قبل المحطة القطر يقف شوية ويبقى في سكك تخزين قبل المحطة، ممكن القطر يخزن فيها، يقف فيها لو في قلق بتلاقيه يوقف الخط شوية. اتكلمنا على الكباستي متهيألي، صح ولا يعني الكاباسيتي كعدد بس بالنسبة للمترو. لا؟ ما انا عايز اقول لك انك انت بتبتدي الاشارات انك انت ما بتدخلوش، بتوقفه، بتحجز القطر وتعطل. ما هو الديليز بتحصل ليه؟ في قطر واقف على الرصيف وشغله، فالقطر التاني مش عارف يخش على الرصيف فبيخزن ورا او بيقف ورا على الخط فبيشغل الخط ورا، فتلاقي الرحلات بتبقى واقفه. معنى كده ان عدد الخطوط بتاعت الارصفة اللي على الارصفة او اللي في المحطة اقل من قبل المحطة، صح؟ ولا هي نفس لا عدد الخطوط؟ هو نفس، لا ممكن على المحطة عدد السكك يزيد جوه المحطة. يعني اللي اقصده دلوقتي في المحطة كمحطة مصر، انا مثلا سي عندي خمس خطوط بالارصفة بتاعتهم. انا دلوقتي لما ببقى داخل على محطة مصر القطر ساعات بيخزن، هل برضو بيبقى 5 خطوط ولا بيبقى اكتر؟ لا 6.
لا ممكن يبقى اقل، سكة ولا سكتين للتخزين. أقل ما انت سكتين أقل؟ مش حسب انا هخزن كام رحلة، ما مش هعمل كل سكة واحدة احتياطي تخزين. انا طب اعتبار يعني ان مثلا الخمس خطوط اللي في المحطة في الاخر لما باجي اطلع من المحطة بيبقوا خطين، في واحد طالع وواحد نازل كرايح واجه ما هو بحري. ماشي، ما هو بيتجمعوا على الخطين دول بس. انت يعني هي الفكرة في ايه؟ انا واقف على المحطة خلاص، اوكي ايه المشكلة؟ لما هيجي ميعاد القيام بتاعي هقوم. بس بتكلم على حتة التخزين دي، اللي هو ما هو الرصيف اللي هيدخل عليه هو هيبقى مشغول فبيخزن له لحد ما التاني يطلع ما هو ويفضل بيبقى في الرصيف. لو هتتكلم تحديدا على محطة رمسيس بالنسبة لوجه بحري، ما انت القطر موجود في الاستابلنج يارد، فحوش كده هو قبل المحطة بشوية. هو لما السكة على الرصيف تبقى فاضي يبعتوا يجيبوا اللي عليه الدور من الاستابلنج يارد ده، تيجي يقف على الرصيف عشان يبتدي الناس تركبه. تمام. تمام. وبالنسبة بقى في الرسمة دي كده، الموضوع اللي هو الربع ساعة اللي متحقق، اللي هو القطر بيقف ربع ساعة على المحطة صح كده؟ للوصول والقيام مش شرط ربع ساعة، يعني خلي بالك هو كافريج، يعني احنا بنتكلم ك ممكن 10 دقايق حسب بيبقى مرتبط زمن وقوفه انت، حجم الركاب اللي بيتعامل على المحطة دهيت. انت هو مثلا أكيد أه يعني محطة يعني متوقع عليها كثافة في ناس كتير، عدد كبير هيركبوا او ينزلوا في المحطة دهيت، فبتلاقي الزمن ده هو متناسب، زمن الوقوف على الرصيف بيتناسب مع، بيتحسب طبعا وبيتناسب مع عدد الناس اللي بتستخدم القطر في المحطة دي. تمام. بس اللي بتكلم اللي هو الدرو هيستوجرام ده لما اجي ارسمه هيبقى الفترات بتاعته زي ربع ساعة يعني، ولا يعني هيديني سي مثلا يعني اكزامبل زي اللي قصادنا الهوت، ما اعرفش انتوا شايفينه ولا لا. الجدول. حلو. بقول لك ديزاين ثرو باسنجر ستيشن لوكيتد اون دبل لاين ايست ويست دايركشن، ذا ستيشن بيلدينج از ات ذا ساوثرن ناحية الجنوب. ستيشن بيك اور، البيك اور بتاع الستيشن من الساعة 6:45 للساعة 9:32. تمام. طبعا يعني مش محتاج أأكد عليكم، بس هي يعني الحظ بس، هتلاقوا ممكن تلاقوا في اكزامبلز بعد كده. احنا السكك عندنا اللي هي الساعة اللي هي 24 ساعة، اليوم بنقسمه ل 24 ساعة، يعني الساعة 3 العصر دهيت اللي هي 15 كذا. تمام، تبقوا واخدين بالكم من المعلومة دهيت. لو أنا عندي جدول بالمنظر ده، مجموعة من الرحلات 912 ده ليه وصول وليه قيام، 914 ده باص فقط لا غير، 913 ليه وصول وليه قيام، 915 وصول وقيام، 911 باص فقط لا غير، 5320 وصول وقيام. بيحدد لك ساعة الوصول وساعة القيام من المحطة، وفي رحلات باص فقط لا غير. تمام كده، فيها مشكلة؟ يعني هسيبكم كده 10 ثواني تبصوا على الجدول وتلقطوا المواعيد، ولو حد عنده أي استفسار عايز ترجمة معينة يقول. ده رقم الرحلة، اللي فوق ده رقم الرحلة، سواء الرحلة ليها وصول وقيام يعني هيقف على الرصيف أو هيعدي على طول في المحطة، مش هيقف في المحطة ده زي ما اتفقنا. أنا هأسيوم مثلا إن الإيفنت ده اللي هو هيبقى في الأب دايركشن، وال دوت في الداون دايركشن، الزوجي الاتجاه والفردي اتجاه تاني. 3 أرقام ده باسنجر، 4 أرقام ده فريت، عشان أقدر أحسب منه عدد سكك التخزين اللي أنا محتاجه.
في حد عنده أي سؤال؟ واضح الجدول يا شباب؟ حلو، يا دكتور هبتدي بقى أترجم الجدول ده هوت حسب المواعيد بقى بتاعتنا. هبتدي أول، حطيت الساعات اهيت من 6:30 لغاية 9:45 مثلا. أرقام الرحلات اهيت على الفيرتيكال لاين، 912 وصول الساعة 6:45، قيام الساعة 6:57، 914 كان 6:51 باص، 913 كان كذا، 915 وصول كذا قيام كذا، 911 باص اهوت. تمام، 5320 ده بضاعة في الاب مثلا، مديله لون او باترن معين في الهاتشنج، يعني ممكن مش عارف تستخدم الوان، تعمل ده هاتشنج بطريقة تدي لكل واحد اسلوب معين في الهاتشنج. تمام كده، فيها اي مشكلة؟ بعد كده بحدد عدد السكك اللي انا محتاجها باكبر عدد سكك موجود في القطر في نفس اللحظة. يعني مثلا لو احنا هنتكلم على الاب دايركشن، انا في نفس اللحظة كاني هبقى ماسك مسطرة كده هوت وبتحرك على الهيستوجرام بتاعنا ده هوت. انا هنا هوت ده الايفن ده هوت مثلا، ده الاب دايركشن، محتاج الطوالي يبقى فاضي لان عندي قطر واقف في المحطة وقطر هيعدي، فلازم ابقى عامل سكة لوكال ومفضي الطوالي. هنا هوت لا، ده مش راكب على ده، ده نفس القصة. فلو انا ماشي رأسي كده هوت، هلاقي اللبني والبني دهوت او الاورنج دهوت، ما عنديش اكتر من قطر واحد غير السكه الطوالي في الاب دايركشن، صح ولا لا؟ في الداون دايركشن تمام. اللي هو الازرق دهوت والاخضر، عندك سكتين لوكال مع الطوالي، سكه لوكال مع الطوالي، سكتين لوكال. فانا مش محتاج اكتر من سكتين لوكال جنبهم رصيف القطر يقف فيهم جنب سكة غير سكة الطوالي. وعندك قطر بضاعة في الاب دايركشن وقطرين في بضاعة في الداون دايركشن، التلات قطرات بضاعة دول هيبقوا موجودين في نفس اللحظة، يبقى انا هبقى محتاج كام سكة لتخزين البضاعة؟ تلاتة. وزي ما اخدته يفضل ان انا اجمع تخزين البضاعة كله في جهة واحدة. في مشكلة في حساب عدد السكك؟ هو سؤال، هو التايم تيبل ده احنا هنرسمه ونطلع عدد سكك أنا ولا هو برسم اصلا الهيستوجرام. السكك المفروض موجودة لا وانا بحط عليها المواعيد؟ لا، أنت المفروض هتجيلك حاجة بالمنظر دوت، عندك جدول المواعيد. تمام؟ تمام. الناس بتوع دراسة اللي عملوا دراسة النقل المفروض بيقول لك انت عندك كام واحد، كام قطر محتاج، كام قطر في الفترة الساعة الذروة مثلا، من الساعة كذا للساعة كذا، من الساعة كذا للساعة كذا انا محتاج كذا قطر يتحرك على الخط عشان ينقل عدد الناس ده هو. تمام، وبناء عليه توزيع مواعيد الرحلات دهيت بناء على دراسة حجم الطلب على النقل اللي هتبقى على الخط، بقدرها وبعمل التايم تيبل دهوت. وبعد لما عرفت التايم تيبل دهوت ببتدي اعمل الهيستوجرام عشان اعرف عدد السكك. تمام، بعد لما بعرف عدد السكك بعمل الديزاين او تخطيط للمحطة، برسم الرسم دهيت. وانا لو زي ما قلنا انا من هنا وتعرفت ان انا في الاب دايركشن كنت محتاج الطوالي وسكه واحده لوكال، في الداون دايركشن للركاب رحت عامل واحده طوالي وسكتين لوكال، السكتين لوكال لازم يبقى جنبهم ارصفه والطوالي هوت، فرحت حاطط رصيف ان هو يخدم الطوالي والسكه اللوكال ديت، وحاطط رصيف هنا مع والرصيف الرئيسي هيخدموا لي التلات سكك دول.
تمام. بعد كده عندك أربع أو ثلاث رحلات ركاب، كنت محتاج كام سكة لتخزين؟ المفروض ثلاثة، يعني الرسمة دي مش مظبوطة. المفروض إن أنا هبقى محتاج ثلاث سكك لتخزين قطارات البضاعة في نفس اللحظة. تمام؟ مش قلنا هناخد حوالي 25%، ولا ده في التيرمينال؟ لا، ده في التيرمينال في الستابلينج يارد، دي سكك تخزين. وزي ما انتوا كنتوا عارفين قبل كده، بيبقى عندك تحويلة كده اهوت ومقص في الناحية التانية، بحيث تبقى محقق عشان السيركوليشن. لو في قطر كده اهوت، قطر البضاعة اللي هيخزن هنا هيجي يخش كده اهوت، هيخش على المقص ده ويخش يخزن هنا اهوت، ولما يجي ميعاده وراح خارج من هنا اهوت جاي على التحويلة ورايح مكمل رحلته عشان والمقص ده اهوت التحويلة دهيت اللي بيبقوا موجودين في المحطة دائما وابدا. بيبقى عندك مقص وتحويلة كده وتعمل لك زي زد تراك عشان السيركوليشن وحركة القطارات، يعني وتنظيم حركة القطارات والحركة يعني بتاعت القطر، لو قطر عايز يدور اتجاهه ولا اي حاجة. تمام؟ فيها مشكلة؟ في حد عنده سؤال؟ هو بالنسبة للعدد السكك بتاعت الفريت هما تمام مظبوط، يعني سهلين، لكن الباقي مش بجمعه أوي يعني. الباقي ماشي، بحدده ازاي؟ وأكيد حاجة داخلة على معاد التانية يعني. تخيل كده ان انا عندي خط رأسي كده وماشي بيه، الخط ده انا بتحرك بيه. تمام؟ الخط ده انا ماشي، او المسطرة بتاعتي انا ماشي زي ما اتفقنا، احنا فاصلين الوان اللبني والاورنج دهوت مع بعضهم. اللبني ده بيعبر عن قطر مش هيقف في المحطة، فاصل. والاورنج دهوت او بيبقى قطر واقف على الرصيف سواء بيحمل او بينزل ركاب. تمام؟ عندك الخط الاحمر دوت هيقطع كام سكه في الاب دايركشن؟ ده هيقطع سكتين كده. كده عندك الباص وعندك قطر واقف. لو مكمل كده هوت قطع البني ده بس، قطع البني واللبني اهوت. تمام؟ بعد كده قطع البني ده بس. فالماكسيمم بتاعك في الدايركشن دهوت عندك سكة الطوالي تبقى فاضية عشان قطر الاكسبريس ده يعدي عليها على طول، وسكة لللوكال قطر واقف. تمام؟ لو هبص على الدايركشن التاني اللي هو كان الازرق ده والاخضر، لو اكسبريس بتاعه هنا هوت محتاج سكة واحدة، هنا هوت محتاج سكتين، محتاج هنا هو، لا ده انا محتاج افضي له الطوالي مع سكتين لوكال القطر يبقى واقف فيه. هنا هو سكة الطوالي والسكة اللوكال، هنا هو سكتين لللوكال، يعني هيبقى عندي قطرين واقفين بيحملوا او ينزلوا في المحطة وقطر هيعدي. ده الماكسيمم كريتيكال بتاعي. فبناء عليه قدرت اقول هنا هوت انا محتاج سكة لوكال جنب الطوالي، وهنا هوت سكتين لوكال جنب الطوالي. تمام يا دكتور. واضحة؟ وصلت، شكرا. لو شفنا اكزامبل تاني اللي هو هو ديزاين تيرمينال باسنجر ستيشن لوكيتد اون ا دبل لاين ايست ويست دايركشن ويز بيربنديكولار بلاتفورم. الرصيف هنا هو عمودي. تمام؟ حاجة كده رصيف محطة نهائية، رصيف عمودي. تمام؟ عارفين انتوا الشكل ده هو صح ولا لأ؟ بتستقبل القطارات نهائية. ده رقم الرحلة، ده الارايفل، ده الديبارتشر. اداك ملاحظة قال لك ان القطر بيقف ربع ساعة سواء
بعد الوصول او قبل القيام على الرصيف عشان يحمل او ينزل الناس. يعني خلينا نقول ان 710 ده مثلا ده الوصول، وصل 6:45 هيفضل واقف على الرصيف لغاية الساعة 7، بعد كده يروح على الاستابلينج يارد، يرجع من الاستابلينج يارد يقف على الرصيف مثلا هيبقى هنسميه 713، هيجي يقف على الرصيف الساعة 7:59 او هيقف لغاية 8:14 وبعد كده يروح على رحلته. يعني القطر وصول برقم لما هيغير اتجاهه ويرجع تاني، يعني انت رايح مطروح او اسكندرية وقفت اخرك اسكندرية 700 كان اسمك 710، رحت وقفت على الرصيف لغاية الساعة 7، بعد كده رحت رايح على الاستابلينج يارد حوش التوضيب، تيجي من الاستابلينج يارد الساعة زي ما هنشوف كمان شوية غيروا اسمك وبقى اسمك 713، تقف على الرصيف الساعة 7:59، تقعد واقف على الرصيف لغاية 8:14، بعد كده تيجي على القاهرة. دكتور بعد إذن حضرتك، اتفضل. هو اللي هيغادر ده مش مفروض إن هو على حسب كلام السؤال إن هو قبلها بربع ساعة يكون وصل؟ سوري، آسف، انت كلامك صح. هو لو هيتحرك من المحطة الساعة 7:59 يبقى يجي قبلها 7، يقف على الرصيف قبلها بربع ساعة، يبقى 7:45 44، بحيث ان هو يقوم الساعة 7:59. كلامك صح. اسمك ايه؟ محمد شديد. محمد محمد ايه؟ شديد. شديد. ماشي يا عم شديد. هو الراجل شيكابالا حاضر معانا المحاضرة ولا زوغ النهاردة؟ مزوغ. ماشي. لا هو مش مزوغ يا دكتور، هو بيقول ان النت عنده الباقة خلصت. مش انتوا اللي عايزينه اونلاين؟ مين يلا اللي قال؟ احنا عايزين نشوف حضرتك يا دكتور اصلا. ماشي ان شاء الله عدوا بقى عليا في الكلية يشوفوني. هنتشرف بحضرتك ان شاء الله. تشرف لي يا حبيبي. الله يخليك. هندي لون للباسنج اللي هو الارايفل الاود او الايفن، ولون تاني لون للايفن ولون للاود. تمام، نبتدي نعمل الهيستوجرام بتاعنا. الارايفل الاود سوري الايفن نمبر مثلا اللي هو 710 12 وهكذا. حددت انا كل رحلة بالمنظر ده. هنيجي تاني خطوة نعمل ايه؟ القطر دهوت 710 ده بيصل 6:45، هيفضل عملت الخط الدوت دهوت ماشي ان هو هيقوم او هيفضل واقف لغاية الساعة 7، بعد كده هيروح على الاستابلينج يارد 712، وصل الساعة كذا وفضل ربع ساعة بتاعته. 711 ده اللي كان هيقوم من على المحطة الساعة 7:12، هيجي يقف على الرصيف قبلها بربع ساعة، يعني هيجي يقف على الرصيف 6:57 مثلا. يعني خلاص كده فيها مشكلة؟ لغاية دلوقتي في أي صعوبة يا شباب؟ حلو. هبتدي في المرحلة دي ان انا احدد انا محتاج كام سكة في المحطة، احدد كام سكة للمحطة اللي هي الخطوط اللبني دهيت او الزرقاء دهيت السيان دهيت. يعني القطر واقف او على الرصيف الفترة دي، على الرصيف الفترة دي هبتدي اعمل خط رأس كده، وهشوف برضو انا محتاج كام سكة في نفس اللحظة. هلاقي ان انا محتاج سكة واحدة لقطارات الوصول، كام سكة للقيام؟ سكة واحدة للقيام، مش محتاج اكتر من كده، سكة للوصول وسكة للقيام. سكة واحدة دكتور. واحدة وصول واحدة قيام، مش محتاج اكتر من كده.
فاضل لي ايه بعد كده؟ ان انا عايز احدد عدد سكك الاستابلينج يارد. احنا اتفقنا ان القطر ده وصل قعد ربع ساعه، بعد كده هيروح على حوش التوضيب الاستابلينج يارد، القطر هيتغسل ويتنضف ويتروق ويتظبط ويرجع يقف على الرصيف مره تانية، تمام؟ وهغير ويغير رقم رحلته، مثلا كان جاي اسمه 710 هيقوم اسمه 717 مثلا، يعني الفترة دي هيبقى قاعد في حوش التوضيب. عشان أحدد عدد سكك حوش التوضيب بحددها إزاي؟ هي حتة مانجمنت كده شوية، هي ملهاش حاجة يعني اكزاكتلي أقدر أجبرك بيها، بس من الخبرة العملية أقدر أقول لك إيه ممكن تبتديها إزاي. إن آخر قطر وصل هو أول قطر هتقومه، يعني آخر قطر اللي هو 712 ده وصل للمحطة، هو ده اللي هيقوم، هيبقى 711، 726 آسف، هيقوم هيبقى اسمه 711، أروح جاي ناقل المسافة دي هنا هو فوق، ويبقى القطر قاعد في حوش التوضيب الزمن ده كله. بعد كده أداء قيام، فهروح نازل من تحت، هيبقى أول قطر وصل 710، هاجي أقومه اللي عليه الدور 713، 712 هقومه 700 مكان 715، هروح ناقل ده تحت 715، نقلته ده تحت، تمام؟ معايا يا شباب؟ فاهمين أنا بعمل إيه؟ تاني عشان الحتة دي أكتر حتة كريتيكال يعني أو فيها لخبطة، عايز أعرف القطر هيبقى واقف قد إيه في حوش التوضيب. آخر قطر 726 دهوت هقومه مكان أول رحلة ديبارتشر، آخر رحلة بالليل وصلت أو آخر مجموعة قطارات وصلت إمبارح بالليل، هي دي أول قطارات هقومها الصبح. وبعد كده القطر اللي يوصل أقومه الصبح بدري، أقومه الصبح بدري، أقومه وهكذا. مستوعبين؟ لا معلش بس يا دكتور عيد تاني. هو بس سؤال، هو الـ الأرقام اللي على الشمال دي أرقام القطارات بتمثل لي دي إيه يعني؟ ماشي، دي أرقام أرقام القطارات. أرقام الرحلات اللي بتلاقيها على التذكرة أو اسم اللي على اللوحة. تمام، أنا قصدي في السلايد اللي قبلها 710 كان موجود، كان جنبها 713. تمام. ايه انا 700 يعني ايه دول؟ بص، انت كان عندك قطارات ليها arrival وقطارات ليها departure صح؟ ال 710 12 الزوجي ده وصول، ده بيصل المحطة، تمام؟ انت سافرت طب انا عندي سؤال تاني اسكندريه. برضه، هو ليه انا ما عملتش ان هو بلوكات؟ يعني ليه انا عملتها ان هي شرايح كده؟ ليه خليتها منقط هو هيقعد ربع ساعة، تمام، يبقى مربع عادي وياخد السيمبل ماشي، بتاعه. ما فيش مشكلة، ما فيش مشكلة، اعملوا مربع مش حاجة. لا الكلام ده وقت، معلش يا شباب برضه احب اوضح لك، ده اخراج خاص بيك انت، تمام؟ ده اخراج خاص بيك انت، معايا؟ ولا انا هحتاجها في ان انا اعرف ما عدد السكك بتاعت التخزين او الحوش؟ انا الاول هنا حددت عدد سكك بتاعت المحطة، بعد كده عايز اعرف عدد سكك التخزين حوش التوضيب، بحددها ازاي؟ انا هيبقى عندي كام قطر قاعد في حوش التوضيب؟ انا عايز اعمل مينيمايز لعدد السكك دهوت عشان اقلل التكلفة بتاعتي. عدد السكك ده هيخش معاك في حاجات كتيرة جدا، انت كل ما قللت عدد السكك كل ما قللت التكاليف، مش تكاليف قضبان وحاجات بس، لا، وتكاليف اللي هي نزع الملكية، ما انا بدل الاربعة متر دول بطول الحوش اللي هوفرهم ما بين في السكة زيادة،
مع المساحة دي هتفرق معاك صح ولا لا؟ اه مظبوط. هو كده هيبقى السكك هتبقى سكتين. ده السكتين اللي هو اللي في المحطة. اه في المحطة هيبقى سكتين، اه واحد طوالي وواحد نازل، واحد نازل وواحد طالع. بالظبط. دي خلصنا منها ولا فيها مشكلة؟ لا تمام، هو مفيش نفس اللون بيقطع بعضه يعني. تمام. عدد سكك حوش التوضيب الستابلنج يارد ده بعرفه ازاي؟ انا كام عندي رحلة هتبقى موجودة؟ يعني اتفقنا انا 712 ده الوصول، 700 الزوج يعني الوصول. شفت كام رحلة زوجي بالليل؟ قولي بالليل وما فيش حاجة قامت بعدهم. مثلا هنا ما كانش عندي غير 726، ف 726 ده هوت هيبات معايا في الحوش وأومه أول حاجة تاني يوم اللي هي 711. تمام؟ يعني ده وصل الساعة 11 بالليل، قعد على الرصيف لغاية 11 وربع، راح حوش التوضيب وبات فيه لغاية الساعة، هيقوم الساعة 7 وربع الصبح مثلا أو 7 و12 دقيقة، وهيبقى اسمه 711. لما هيجي يقف على الرصيف اللي هينادوا عليه القطار 711 المتجه إلى القاهرة. على الرصيف هيقوم الساعة أو وموجود على الرصيف رقم كذا. تمام؟ هو هيبقى واقف على الرصيف ده من إمتى؟ من قبلها بربع ساعة. الفترة دي هي فرحت مطلع 711 جنب 726، 711 طلعت الديتس بتاعته جنب 726، وبقى المفروض ان هو واقف على جوه حوش توضيب الفترة دي هي اللي هي من 10 بالليل لحد الصبح لما يطلع. بالظبط. وبعد كده هبتدي اليوم بقى من اوله. انا 710 جه وقف على الرصيف لغايه هنا وراح وش التوضيب، هقومه امتى؟ اول رحله هتقوم بعد كده اللي هي 713. 712 وصل الساعه كذا وراح وش التوضيب، هيقوم ويبقى اسمه 715، ويبقى واقف الفتره دي كلها على حوش جوه سكه او جوه الاستابلنج يارد. 700 و16 هيقوم هيبقى اسمه 719، وهيبقى واقف الفترة دي وهكذا. عشان اعرف عدد سكك حوش التوضيب انا هشوف الخط اللي هو الرأسي دوت اللي مرسوم، كام قطر موجود في حوش التوضيب في نفس اللحظة. هنا هوت قطرين وانا ماشي كده، هوت هو قطر واحد قطر واحد قطر واحد قطر واحد قطر، يعني الماكسيمم بتاعي قطرين. يبقى انا محتاج كام سكه في حوش التوضيب؟ المفروض هزود 25% اتنين. بحد ما هو 2، 25% يبقى 2.5. ما فيش حاجه اسمها 2.5، يعني 3 سكك في حوش التوضيب. اروح رايح راسم المحطه بتاعتي، محتاج سكه واحده للوصول وسكه واحده للقيام وثلاث سكك في حوش التوضيب. ببقى عامل مقص كدهوت عشان السيركيليشن، القطر جاي هنا اهوت دخل وقف على المحطة على الرصيف، بعد كده خرج من ربع ساعة، وبعد كده هيروح يتحرك على المقص ده ويخش حوش التوضيب. بعد ما اتوضب هيرجع يقف على التراك دهوت، وبعد كده يحمل الناس، وبعد كده يجي يتحرك هناك. وطبعا حوش التوضيب معرفش اخدته السنة اللي فاتت ولا لأ، من ضمن الاساسيات بتاعته غير عدد السكك بيبقى عندي حاجه اسمها مفتاح للسقوط في اول الحوش كدهوت في السيفتي، او بنبقى مودينه كدهوت بطول 25 متر، ويبقى عندك رقبه للمناوره بطول 50 متر، والسكه وطول السكك النافع في حوش التوضيب بيبقى 200 متر او 220 متر. تمام.
تماما. في حد عنده أي، في حد عنده أي سؤال؟ هي ال 200 متر بتاع اللي هو الطول النافع ده اللي هو طول القطر صح؟ آه تمام. ده بالنسبة لمحطات الركاب. بالنسبة لمحطات البضاعة، محطات البضاعة خلينا نتفق على بعض الحاجات الصغيرة اللي لازم تبقى موجودة. محطة البضاعة اللي هي بتبقى خاصة بقطارات البضاعة فقط لا غير، احنا محتاجين بيبقى عندي بصمم محطة البضاعة برضو ان انا عايز اعرف عدد السكك. ومحطة البضاعة دائما وابدا بنختارها في اماكن بعيدة عن الزحمة بتاعة الركاب، تبقى قريبة من المحطات او اماكن تجمع البضاعة زي المواني، زي أحواش البضاعة بتبقى فيها أماكن ثابتة كده وقريبة من المناطق الصناعية، قريبة من الكاستمر أو الخدمة بتاعتها. تمام، بيبقى فيها مجموعة من السكك. أي محطة بضاعة هتلاقيك محتاج سكك بنسميها صادر وارد او للتحميل وللتفريغ، يعني سكك التحميل حاجة وسكك التفريغ حاجة تانية. تمام، اول نوع من انواع او اهم حاجة نبقى واخدين بالنا منها ان في محطات البضاعة بيبقى الطول النافع للسكة 660 متر، اللي هو يفترض ان هو اطول قطر بضاعة موجود عندنا في مصر، او بيبقى طول السكه خلينا نقول يكافئ طول اطول قطر بضاعه موجود عندك في الشركه او في الخدمه او في الهيئه بتاعتك. يعني مثلا عندنا في مصر اطول قطر بضاعه 660 متر، فالاطوال السكك جوه محطه البضاعه بيبقى الطول النافع بتاعها ما يقلش عن 660 متر ده. تمام، في دول تانية ممكن يزيد، خلي بالك في دول تانية ممكن يزيد لو عندهم قطارات أطول. أنت عندك دلوقتي في الصين عاملة قطر بضاعة 2000 متر، فده محتاج له المحطة بتاعته بيبقى الطول النافع للسكك بتاعتها 2000 متر. فده ظروف تشغيلية، داتا أنت بتجيلك أو أنت بتبقى عارفها كريلوي انجينيرنج، يعني عشان على أساسها بتبتدي تحدد أطوال السكك اللي أنت محتاجها. فأول نوع من أنواع السكك اللي هي السكك التخزين، اللي هي القطر البضاعة بيخش فيها يخزن، سواء يخزن عشان يحصل له يفضي السكة. تمام، تاني نوع من أنواع عشان عقبال ما يخش يعني الحوش أو المحطة جوه يبتدي يحصل عليه عمليات التفريغ أو التحميل. الويتنج تراكس ده نوع تاني من انواع السكك اللي بنسميها سكك انتظار، سكك انتظار اللي هو منتظر دوره عشان يحصل له انلود التفريغ. تمام، كان عندنا تخزين عشان يستنى دوره على الحركة بعد لما خلص اتم عمليات الشغل اللي بتتم عليه والتحميل والكلام ده كله، وانتظار اللي هي سكك برضو عشان القطر وصل والمعدات اللي بتفرغ او سكك التفريغ بتاعته مشغولة فمستني دوره. عندك بتبقى فيه سكك للمناورة بتاعة القاطرة، بيبقى عندك مجموعة من القاطرات جوه المحطة دهيت وبتبقى خاصة سكة تراك دوت عشان اللوكوموتيف تعمل عملية المناورة عشان الحركة. بعد كده في سكك للصادر وسكك للوارد زي ما قلنا،
سكك الصادر دي بتبقى في حدود من 50 ل 150 متر طبعا، مجموعة من السكك اللي هي القطر سواء بيقف على السكة ديت عشان يتفرغ، تمام، لو سكة وارد مثلا انت في عربيات محملة بقمح مثلا وهتفرغ في المحطة ديت، فبتيجي القطر يقف على مجموعة السكك ديت وعشان يحصل له عملية التفريغ، تمام. والسكك ديت بتبقى نوعين، في عندك حسب نوع البضاعة، في عندك البضاعة السايبة والبضاعة اللي هي باكد أو معبأة، ده لي سكك وده لي سكك، لأن ده لي معدات لتفريغ وده لي معدات لتفريغ، تمام. سكك الصادر بيبقى جنبها تشيد أو مخزن، سقيفة بتبقى مخزن فيها البضاعة جات لك وحطيتها في المحطة ديت، مستني لما القطر يجي بتاخدها من المخزن ده تحطها على عربيات بتاعة القطر، تمام. طبعا بيبقى فيه سور يلم لك المحطات دي كلها، ده اكزامبل كده هو ليه محطة بضاعة. عندك ده الطوالي، بعد كده ده سكة التخزين، سكة التخزين ديت اللي هيبقى خارج بقى منها مجموعة من السكك، سواء سكك انتظار صادر أو وارد، سكك للقاطرات. وخلي بالك أنت هنا هو في محطة البضاعة الطوالي كان سهم واحد، من أول ما حطيت سكك التخزين والانتظار والكلام ده هو سهمين، أنتوا عارفين من الكورس اللي فات إن لو السكة عليها سهم واحد ده بتمشي عليها قطارات شكلها إيه؟ اوكي ركاب وبضاعة وقطرات لوحدها، لو سهمين تبقى بضاعة وقطرات بضاعة بس، بس. تلات أسهم بتبقى قطرات فقط لا غير، مفيش عربيات ولا ركاب ولا بضاعة بتمشي على السكة دي، تمام. بيبقى عندي برضو من ضمن مستلزمات المحطة بعض الإكويبمنتس، يعني دي رقبة، الرقبة دي خارج منها دي في سكة كان هو تلي البضاعة إكسبورت الصادر السايبة، في سكة نوت للبضاعة الصادر الباكد او المعبأة، جنبها التشيد او المخزن دهوت السقيفة دهيت، الوارد بقى بيبقى عندك مطلع من الرقبة دهيت 330 متر، مطلع منها مجموعة من السكك اللي هي من 150 ل 150 متر، دي خاصة بالسكك البضاعة السايبة الوارد، ومخازن هنوت ليسك وسكك البضاعة السائب سوري الباكد الوارد. طبعا بيبقى عندك سور حوالين محطة البضاعة عشان تأمينها ما يحصلش سرقات، في بوابة ومكتب للأمن، طبعا في مجموعة من المكاتب الإدارية واللي هي خاصة بالإدارة والتخليص بتاع البضاعة جوه المحطة. عندي حاجة مهمة جدا 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 بتبقى موجودة ناحية البضاعة الصادر اللي بيحصل لها إكسبورت، اللي هو حاجة اسمها مقياس الشحن والميزان، تمام. ايه مقياس الشحن والميزان ده؟ هو ده زي اول حاجة الميزان حاجة كده شبه ميزان البسكول كده، لو كلكم عارفين ميزان البسكول بتهيألي كلكم عارفين ان العربية بتيجي تقف على الميزان ده هو وتتوزن بعد لما بتتحمل، فمنها بعرف الحمولة قد ايه بتاعت العربية، ما انا عارف وزنها فاضي، ولما اتوزنت عرفت وزنها مليان، فالفرق بين الاتنين ده وزن الحمولة اللي جواها، اتأكدت ان الوزن مظبوط. تاني حاجة مقياس الشحن بقى اللي هو الدايمنشنز بتاعها، انك انت العربية بتعدي كده زي من بوابة كده هوت، او زي في مجموعة من الاجراس كده وجبريت زي ممر كده هوت، زي كده ما بتشوف في الحفلات لما يبقوا عاملين زي كيرف كده من البالونات، صح، حاجة شبه القوس دهوت، بيبقى خارج منه مجموعة من الأجراس، لما عربية القطر بتعدي لو خبطت والجرس رن يبقى في دايمنشن خارج، في بروز، خلينا نقول البروز لو باللغة بتاعت النقل والكلام ده كله، المفروض الدايمنشنز ولا ارتفاع الحمولة ولا عرضها يزيد عن الدايمنشنز دهيت، فده بنسميه مقياس الشحن والميزان. ده كاتيبيكال كده هوت كروكي خفيف لمحطة بضاعة، بيبقى جاست انك انت بتبين ايه مستلزمات المحطة، تمام.
فيها أي استفسار أو أي سؤال؟ زي ما كنا اتكلمنا قبل كده، احنا قلنا احنا المحطات بنقسمها لنوعين، في حاجات بتتعامل مع الجمهور اللي هما الباسنجر والفريت ستيشنز، وفي حاجات ما بتتعاملش مع الجمهور اللي هي الياردز، اللي هي سواء الستابلينج ياردز او اللوكوموتيف ياردز او المارشلينج ياردز. الستابلينج ياردز واتكلمنا عليها، اللي هي محطات توضيب قطارات البضاعة الركاب، آسف، وخاصة بتوضيب وتنظيف وقطارات الركاب، واتكلمتوا عليها قبل كده. اللوكوموتيف ياردز اللي هي محطات القاطرات، محطات الق... او سوري احواش القاطرات، اسف، دي زي اللي بيحصل فيها، دي بتبقى ريليتد للمحطات النهائيه، بتبقى موجوده في المحطات النهائيه. ومحطات المارشنج ياردز بتبقى موجوده في الزونز دي، دي اللي بيتم فيها عمارات وصيانة القاطرات والبريكنج فانز. تمام. الحركة أو السيركوليشن جوه اللوكوموتيف يارد ممكن تبقى عن طريق المفاتيح السويتشز، وعندك نوعين كذا نوع من السكك دهيت، سواء بتبقى السكة كده منتهية، دي بتساع قاطرتين بيبقى طولها 50 متر، أو بتساع 3 قاطرات وليها يعني ما بتبقاش منتهيه، بتبقى متصله، ممكن يحصل حركه كده او حركه كده، دي بتساع 3 قطرات وبيبقى طولها 75 متر. ممكن بيبقى مفاتيح وجانكشنز حاجه بالمنظر ده، هو ده شكل تاني من اشكال السكك اللي بتسمح بالحركه، حاجه زي كده. وقت انا اقدر احط كام قاطره في السكك ده، هي مجموعه سكك ده من ناحيه 3 ومن ناحيه 3، يبقى ادي 6 و6 و6، يبقى مثلا 18 قاطرة. النوع الثاني اللي هي الترانسفير تيبلز أو النقالة. تمام. النقالة دي في عندك تر دائرية أو نقالة مستطيلة. النقالة دي يا شباب ده مجموعة السكك، المفروض إن القطر بيجي في عندي هنا سكة، القطر بيجي كده اهو، القاطرة آسف بتيجي تقف هنا اهو على النقلة ديت، دي بتتحرك كده اهو في الدايركشن ده كده، ممكن تقف هنا اهو قصاد السكك ديت، تروح القاطرة داخلة هنا اهوت او هنا اهوت او هنا اهوت، او تتحرك لقدام وروح داخله في السكه ديت او السكه ديت. الصينيه الدواره دي بتعمل عمل حركه دائريه كده اهوت، ادي السكه الرئيسيه، دخلت القاطره وقفت هنا، الصينيه لفت جت وقفت هنا وتروح داخله في السكه دي، لو وقفت هنا ودخلت في السكه دي، وهكذا. مفهومه الفكره؟ برضو لو حبينا نرسم نشوف كروكي كده هو لي لوكوموتيف يارد موجود على خط مفرد بتستقبل او مفروض هتساع السكك دي كلها او انواع السكك دي كلها. 18 انشيلدد لوكوموتيفز يعني بتخدم يعني 18 قاطرة في العراء و14 قاطرة تحت سقيفة، يعني انتوا عندكم في مجموعة من العمارات بتتم او الصيانة اللي بتتم للقاطرة. تمام. في عندنا حاجة اسمها العمرة البسيطة والمتوسطة والجسيمة. العمرة البسيطة دي اللي هي بتتم على القاطرة باستمرار، او بيبقى في فحص البصري ده، هو ده اللي موجود في كل رحلة قبل ما القاطرة تتحرك بتبص عليها كده فحص بصري سريع. لكن في حاجة اسمها عمرة متوسطة، دي القاطرة بتخش تقعد كام ساعة كده هوت، وفي عمرة متوسطة إن القاطرة بتخش تقعد لها من 7 ل 10 أيام، وفي العمرة الجسيمة اللي القاطرة بتخش في الحوش ده هوت كل تقعد بالشهر ونص والشهرين. تمام. حسب
قد ايه كل نوع من انواع العمارات حسب عدد الكيلومتراج اللي بتعملها او عدد الرحلات اللي بتعملها. يعني زي ما نقول العمارة البسيطة ديت زي ما قلنا كل اسبوعين ولا حاجة تعمل عمارة البسيطة ديت، كل 6 اشهر مثلا تعمل العمارة المتوسطة، كل 700,000 كيلو تخش تعمل العمارة الجسيمة. تمام، حاجة كده زي صيانة 5,000 10,000 100,000 عندك في أي عربية. تمام، العمارات الجسيمة دي بتخش بقى تحت سقيفة، تشتغل فيها تحت سقيفة. في عندك الحوش دوت هيتسع ل 12 عربية عفش لاكج كارز بتاعت عربيات ركاب، بيساع ل 12 خردة، عربية خردة، عربيات الكهنة، 3 سكك للتموين القاطرة، وقطار سكة لقطار الوقود، وسكة لقطار الإسعاف. ده منظر السكك اللي احنا اتكلمنا عليها. عندك ادي الطوالي، بعد كده ده طوالي الحوش وعليه 3 اسهم دوت عشان ده القاطرة بس اللي بتخش عليه، في مقص هنا ومقص هنا. ده سكة، ده قطار الإسعاف بيبقى بطول النافع بتاعه 120 متر. ده قطار الوقود، والمفروض ان انا بيبقى عندي هنا اهوت خزان ارضي هو موجود. سكة قطار الوقود ده بيخش يفضي الوقود في الخزان الارضي. عندك 3 سكك القاطرة بتقف عليهم عشان يتم تمويل بالوقود والرمال الناعمة والمياه. وبعد كده عندك كنا قايلين كام سكة تحت 18 انشيدد و14 12 ماشي. عندك تحت سقيفة 14 سكة، فحطيناهم 7 في 2، السكك اللي هي متعدي بتساع قاطرتين، فده الخط اللي هيخش وادي الشد أو المخزن، والنقالة هتتحرك تنقلهم على ال7 سكك دول. عندك 12 سكة اللي هما بيتحركوا تحت سقيفة، عندك عربيات الخردة محتاجة 12 عربية، و12 عربية دي عربية 12 يعني 4 سكك، كل سكة هتساع 3 عربيات للعربيات العفي، وفي مبنى للإدارة ومبنى للورشة والسبير بارت. فبيبقى ده كروكي كده هوت لللوجج اللوكوموتيف يارد. تمام تمام ده بالنسبة للجزئية دي يا شباب. زي ما قلت احنا جاست ان احنا بنكمل على الكلام اللي انتوا اخدتوه في ريلوي انجينيرنج 1. كملنا الباسنجر كارت، وكنتوا درستوا انتوا في الكورس اللي فات رسمة المحطة والستابلينج ياردز. النهاردة اتكلمنا على مستلزمات اللوكوموتيف ياردز والفريت ستيشن، وازاي اقدر احدد عدد السكك من التايم تيبل اللي انا محتاجها في الباسنجر ستيشن، وبناء عليه ببتدي اقعد ارسم المحطة. في حد عنده اي سؤال؟ في حد عنده اي سؤال يا شباب؟ طيب انا هبعت لكم برضو الاكسرسايز بتاعت الستيشنز سواء الباسنجر او فريت ستيشنز. هبعت لكم 2 شيتس يعني، ده هنشتغل عليهم، ده خاصين بالمحاضرة بتاعت النهارده والمحاضره الجايه ان شاء الله. دكتور، وبالنسبه للسكشن هو ما ينفعش الميعاد يتغير لان عندي تعارض ما بين السكشن ومادة برضك، مادة مش في ترمها فنازلة في نفس المكان.